واحد النقاط اللي خصها تفعل اما هو مرتبط بوزاره الصحه. مصطفى جعل كاتب وطني النقابة المستقلة للممرضين التقنية الصحة اللي هي جزء من التنسيق النقابي المكون 8 نقابات القطاع الصحة واللي هي سابقة أن يجتمع 8 نقابات الأكثر تمنية بالقطاع من أجل مطالبة تنزيل الاتفاقات اللي توقعت مع الحكومة. كاين اتفاق اللي هو 29 دجنبير 2023 واللي نص على الزيادة في الأجور للممرضين والإداريين اللي ما استفدوش من الزيادة من الأجور، ونص على واحد النقاط أساسية اللي هي مثلا إقرار درجة خارج الدرجة، كذلك نص على نقاط أساسية مرتبطة بالسنوات الاعتبارية بعض الفئات المتضررة، اللي نص الحقوق ديال الممرضين المساعدين المقبلين على التقاعد، اللي نص على بزاف ديال المطالب. ولكن حنا كنركزوا على نقطه اخرى ثانيه هي الشق القانوني. علاش؟ حنا المنظومه الصحيه مقبله على التغيير، وهذا التغيير ما خصش يدي الثمن ديالو المهنيين، العكس المهنيين خصو يكون هما اللب ديال الاصلاح من خلال التحفيز ديال المهنيين الصحه، من خلال اقرار الحقوق الاساسيه والمكتسبات الوظيفيه اللي عندهم، وكذلك الاتيان بواحد المكتسبات جديده في اطار خصوصيه القطاع وليس في اطار خصوصات القطاع. الغاية من هذا النضال هو تنزيل الاتفاقات اللي كانت مع الحكومة. كاين عندنا اتفاق 29 وكاين محاضر أخرى اللي كتقر بأنه كاين زيادة في الأجور بالنسبة للممرضين 1500 درهم وزيادة بالنسبة للإداريين 1200 درهم، بالإضافة لمطالب أخرى كما قلت لك السنوات الاعتبارية والفئات المتضررة، بالإضافة لمطالب أخرى اللي مرتبطة بتعويضات الحراسة والإلزاميات، تعويضات ديال البرامج الصحية. درنا واحد الاتفاق وكان فيه واحد الأجلات ما تحترمش هذه الأجلات، ومرات دابا تقريبا 5 أشهر ما كاينش التنزيل ديالو، وبالتالي أن حنا درنا واحد التنسيق نقابي باش أننا نطالبوا الحكومة بأن تفعل. درنا اضرابات لحد الان ما كاينش تجاوب، تقريبا درنا 4 ديال المراحل النضاليه ديال الاضرابات، دابا مقبلين على مرحله اللي هي مهمه جدا اللي هي الانزال الوطني، ونتمنوا ان الحكومه تجاوب فعلا باش ننجحوا هذا الورش ديال الحمايه الاجتماعيه، لان العامل البشري هو الاساس في انجاح الورش. دكتور محمد زاكيري، يعني التنسيق النقابي السبب ديال هذه الخطوات النضاليه اللي كاينه دابا هي تنكر الحكومه للاتفاقات الموقعه معها، اخرها اتفاق اخر يناير 2024 كان مجموعة من الاتفاقات، لأنها كانت مجموعة من الحوارات القطاعية اللي تتم الاتفاق اللي كان في 24 فبراير 2022 مع في رئاسة الحكومة مع السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، توج مجموعة من الأمور وتم استكمال بعض النقط العالقة، ثلاثة مجموعة من الحوارات اللي كيقول السيد الوزير عندنا أكثر من 50 لقاء، توجت بتوقيع محضر يعني في 29 دجنبر وأواخر يناير، اللي فيه مجموعة من المطالب المادية والمعنوية، المطالب تقريبا 27 نقطة. كان الخلاف بيننا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هو أجالات التنزيل، تواريخ ديال التنزيل، مثلا الدرجة الدرجة الجديدة إحدى الدرجة ديال جميع المهنيين، الحكومة أو بالأحرى وزارة الصحة تقترح 2026، حنا كنطالبوا بقبل، كنطالبوا 2025. هذه هي أهم من بين أهم النقط، وكاين نقط خلافية أخرى تم رفعها على رئاسة الحكومة على أساس أن ما تلقيناه من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن غيكون توقيع اتفاق بحضور مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية بحضور رئيس الحكومة بداية فبراير على أبعد تقدير، وإذا بنا لحد الساعة لم نتلقى أي جواب، لم نتلقى أي رد، يعني قوبينا بسياسة الأذن الصماء اللي كنعتبروا حنا تنكر لمجهودات الشغيله الصحيه اللي هي مقبله. الدوله ديالنا مقبله على ورش كما ذكرت في الندوه، كاين ورش ملكي ديال الحمايه الاجتماعيه وديال التغطيه الصحيه اللي هو كبير جدا، ولكن الحكومه مع الاسف فشلات في التنزيل ديالو، فشلات. حنا ما فهمناش هذا الصمت المطبق، واش بهذا الصمت غادي نزيدوا بالمنظومه اللي قدام؟ انتم كتعرفوا الخصائص المهول اللي كيعرفوا القطاع، الاسس والاعمده ديال اي اصلاح هو الموارد البشريه، ولكن الموارد البشريه كيتنكر لها سواء فيما هو مادي او فيما هو معنوي. كاين اللي كنوقع معك انا واحد الاتفاقات واحد المحاضر وانت كتقول لي راك تلتزم بهم، ومن بعد كنلقى ان رئاسه الحكومه ما كتسوقش بالعربيه تاع عربه ديالنا الدارجه، انما لا تستجيب، كيفاش كيخلينا حنا كنشكو؟ شنو الغايه المهمه من هذا النضال؟ الغايه المهمه كما ذكرت لك هو تنزيل الاتفاقات الموقعه، هو يعني تنبيه الحكومه للايفاء بالتزاماتها. انت ما يمكنش توقع معايا اتفاق ونزيد معك القدام وانت ما التزمتيش به ما نزلتيش، وتبقى تبجح في رئاسه امام البرلمان بداخل قبه البرلمان اننا حققنا مطالب ديال الشغيله الصحيه، اين هذا الشارع يكذب ما يروج داخل قبه البرلمان؟ الشارع يكذب. وهذه النضالات والاضرابات ديال 8 النقابات هي متوحده لاول مره سابقه تاريخيا، مع عمرها ما كانت، لان النقابات انها توحد لاجل هدف واحد هو يعني كرامه المهنيين الصحه، كرامه يعني المعنويه والكرامه الماديه. شكرا على المشاهده.
إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.